تحرص الدولة المصرية على وقف نزيف الدم بقطاع غزة والإسهام الإيجابي المتواصل في دفع جهود تسوية الأزمات بالمنطقة من أجل ترسيخ ثقافة السلام، وهو العنصر الأساسي للمستقبل ليجعله أكثر استقرارا وأمنا للإقليم والعالم. الدور المحوري الذي تقوم به مصر لاستعادة الاستقرار بالمنطقة وإنهاء الحرب في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع. مصر تتحرك على جميع المسارات وبشكل متوازن في إطار فقه أولويات الدولة المصرية ومساعيها لوقف المعاناة الفلسطينية وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل التصعيد الإسرائيلي الأخير في مدينة رفح الفلسطينية وإغلاق معبرها وتفاقم الأوضاع الإنسانية. بالتزامن تتحرك مصر على المسار القانوني الدولي، حيث تدخلت رسميا لدعم الدعوة التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، التي تستهدف كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة واستخدام سلاح التجويع لكسر الصمود الفلسطيني وتهجير الفلسطينيين قسرا من خلال منع الغذاء والدواء والكهرباء والماء ومنع دخول المساعدات، بما يؤدي إلى تداعيات كارثية خطيرة وموت الآلاف نتيجة لنقص الغذاء والدواء والقصف العشوائي المتواصل ضد التجمعات المدنية الفلسطينية. أينما كانت الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، تحضر مصر بدورها الفاعل والمحوري لإيجاد حلول سياسية تنهي الأزمات وتعالج القضايا استنادا إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي. مرة أخرى أهلا بحضراتكم، والحديث مستمر عن أوامر محكمة العدل الدولية التي صدرت اليوم والتي فيها مجموعة من الأوامر. أولها وربما أهمها هو وقف العمليات العسكرية في رفح والسماح بدخول المحققين ولجان تقصي الحقائق إلى الأراضي الفلسطينية وقراءة وتوثيق المشهد على الأرض. كذلك إسرائيل مطالبة بتقديم تقرير في ظرف شهر بما تم تنفيذه على الأرض. لم أطيل ضيفي الكريم أسعد به ولديه المزيد دكتور محمد العزبي الباحث في الشؤون السياسية. أهلا وسهلا دكتور. أهلا بك يا سلام. دكتور، بداية كيف قرأت هذه الأوامر ولماذا نقول عليها أوامر ولا نقول قرارات؟ نقول عليها أوامر لما لسلطة محكمة العدل الدولية من سلطة دولية على جميع دول العالم، بغض النظر عن بيانات الولايات المتحدة الأمريكية التي تؤكد أن لا سلطة لمحكمة العدل الدولية ولا الجنائية الدولية على الولايات المتحدة وإسرائيل في إطار الدعم اللامتناهي من الولايات المتحدة لإسرائيل. ولكن صدور مثل هذا القرار يؤكد أن إسرائيل أصبحت قاب قوسين من عزلة دولية. هذا القرار الذي صدر بأغلبية 13 عضوا وفي مقابل اعتراض 2 منهم صوت إسرائيل نفسه. إذن من أصبح مع إسرائيل الآن؟ لا يوجد غير الولايات المتحدة وبريطانيا على استحياء، لكن أغلب دول العالم، والدليل على ذلك اعتراف أسبانيا وأيرلندا وفنلندا أو كثير من دول أوروبا بدولة فلسطينية مستقلة. وهذا يعني أن أوروبا بدأت تخرج من العباءة الأمريكية وبدأت لها استقلالية في القرار نتيجة لكم المجازر التي كانت على الهواء والتي شاهدها العالم أجمع ضد النساء والأطفال في قطاع غزة. القرارات التي صدرت محكمة العدل الدولية النهاردة ذات أهمية قصوى، والتي تؤكد أن ما يحدث من إسرائيل في قطاع غزة هو جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، الإبادة بالقتل والإبادة بالتجويع عن طريق منع المساعدات. لذلك كان الشق الآخر من القرارات هو ضرورة دخول المساعدات الإنسانية فورا، ويمكن قبل الهوى بدقائق دخل 70 شاحنة عبر معبر إيرز عبارة عن مساعدات طبية. إيرز بالنسبة لمعبر كرم أبو سالم، احنا بدأ تحريك الشاحنات من مصر الآن، ويمكن خلال ساعتين ثلاثة هيبدأ دخول الشاحنات عبر معبر كرم أبو سالم،
وده للإصرار المصري لعدم دخول المساعدات عبر معبر رفح. طيب دكتور، حضرتك أشرت إلى أنه هذه الأوامر الصادرة اليوم هي أوامر شديدة الأهمية، أين تكمن أهميتها تحديدا؟ يعني إحنا شفنا مجموعة من الأوامر، مجموعة من البنود، وإسرائيل عليها أن تقدم تقريرا في ظرف شهر عن ما تم تنفيذه على الأرض. بالتأكيد هي جميعها مهمة، ولكن لو رتبنا ترتيب الأولويات أو المهم فالأهم، كيف تقرأ؟ وقف الحرب في قطاع غزة الأهمية رقم واحد. هو القرار يشمل رفح فقط؟ هو يشمل رفح، لأن رفح الآن بها أغلب سكان القطاع، وبالتالي مع النزوح اللي تم طبعا الفترة اللي فاتت. نعم. وبالتالي وقف الحرب في رفح معناها تقليل بنسبة تتجاوز 90% للخسائر البشرية التي تحدث يوميا من قتل وإبادة لسكان قطاع غزة النازحين في رفح، وبالتالي هذه هي الأهمية رقم واحد لهذه القرارات. رقم اثنين، دخول المساعدات بطريقة فورية. رقم ثلاثة، تشكيل لجان تقصي حقائق يسمح لها بالدخول لبدء التحقيقات فيما يحدث داخل رفح وداخل القطاع بصفة عامة. ولكن قوبلت هذه القرارات، شفنا تصريحات بن غفير اللي قال يجب الرد على المحكمة باحتلال رفح فورا. صلف وكبر يعني. مش صلف وكبر، هو اليمين المتطرف يمكن في اجتماع الكابينت أول أمس لما صدر من مكتب نتنياهو البيان بضرورة زيادة سلطات المفاوضين للوصول إلى هدنة لتبادل الأسرى. المجتمع الإسرائيلي الآن ضاغط على الحكومة، كم المظاهرات الموجودة، المعارضة الإسرائيلية داخل الكنيست، يائير لبيد والمجموعة المتواجدة معه، هناك ضغوط. إسرائيل في حالة انقسام، كابينة الحرب أصبح في حالة انقسام الآن. أيزنكوت وجانس وجالنت يصرون على ضرورة التوصل لهدنة لإنقاذ المقتطفين أو الأسرى كما يسمونهم من الإسرائيليين لدى حماس. في مقابل معارضة سموتريتش وبن غفير وبنيامين نتنياهو، ولكن بنيامين نتنياهو لا يستطيع معارضة قيادات الجيش، لأن من ينفذ العمليات داخل القطاع هم قيادات الجيش. وبالتالي عندما يصر قيادات الجيش على وجود هدنة يصبح بنيامين نتنياهو بين أمرين كلاهما مر، إما الرضوخ لقيادات الجيش وخصوصا بعد البيان الذي صدر من جانس وأعطى بنيامين نتنياهو مهلة حتى 6 يونيو لإنهاء مشكلة الأسرة، وإلا سيتم الانسحاب من الحكومة. وانسحاب بني جانس معناه سقوط الحكومة. في المقابل الآخر وعلى الجانب الآخر يهدد سموتريتش وبن غفير بالانسحاب من الحكومة في حالة الاستجابة لمطالب جانس، وفي حالة انسحاب سموتريتش وبن غفير يوجد هنا احتمال بنسبة 50% لسقوط الحكومة ما لم يوفر لها الكنيست غطاء من أعضاء الكنيست من 24 مقعد لإكمال الحكومة مدتها، وهو ما وعد به يائير لبيد بنيامين نتنياهو، أن دعك من المتطرفين الموجودين في هذه الحكومة وسنوفر لك الغطاء لإتمام هذه الصفقة. إذن بنيامين نتنياهو بانسحاب جانس من الحكومة ستسقط الحكومة. طب بانسحاب بن غفير وسموتريتش 50% تسقط 50%؟ لا. إذن بنيامين نتنياهو يحاول أن يقلل نسبة أو احتمالية خسارته. هنا في احتمالية أخرى كمان دكتور، هذه الضغوط الداخلية الكبيرة في الشارع الإسرائيلي التي أو هذه الاحتجاجات التي تطالب بإسقاط هذه الحكومة، هذا من ناحية، وفي الداخل على جانب آخر المحكمة الجنائية الدولية وقرار توقيف نتنياهو وزير دفاعه، أليست هذه عوامل أخرى تدفع باتجاه سقوط هذه الحكومة؟ سقوط هذه الحكومة مرهون بنهاية هذه الحرب. ولكن إذا حدثت هدنة، وخصوصا أن التصريحات الصادرة من مكتب نتنياهو شخصيا في الأيام الماضية ووجود اليوم ويليام بيرنز في باريس ورئيس الوزراء القطري ومدير الموساد ومدير الشباك واللواء عباس كامل
داخل 4 من وزراء الخارجية العرب يشاركون في الاجتماع مع الرئيس الفرنسي. بالضبط. نعم. إذن هناك ضغوط أمريكية تمارس. نستطيع القول أن الولايات المتحدة في طريقها لبيع بنيامين نتنياهو لصالح بيني جانتس. الاحتمال الوحيد أمام بنيامين نتنياهو لاستمراره بعد حدوث هذه الهدنة هو فتح جبهة أخرى، وهو ما يلمح له الآن باجتياح جنوب لبنان. إذا حدثت هدنة في قطاع غزة، وأنا أعتقد هذه المرة أن الهدنة أصبحت قاب قوسين من الحدوث، وخصوصا بعد تنازل إسرائيل عن بعض الشروط التي كانت ترفضها، مثل العدد في الورقة المصرية كانت إسرائيل تصر على 33 أسير حي. الآن تقول أنه من الممكن ضم بعض الجثث إلى العدد في المرحلة الأولى. إذن هناك تنازل. المرحلة الثانية كانت إسرائيل تصر على عدم إنهاء الحرب. إسرائيل في هذه المرة قالت أنها أعطت المفاوضين سلطة الوصول إلى تهدئة مستدامة في المرحلة الثانية عندما يتم الاتفاق على تسليم باقي الرهائن. إذن هناك تنازل آخر. بدأت إسرائيل تتراجع خطوات إلى الخلف مع القرارات والضغوط التي تتعرض لها من المجتمع الدولي، من محكمة العدل الدولية، الجنائية الدولية، الكنيسة الإسرائيلي، الجبهة الداخلية، الانقسام الحادث في الكابينت. وبالتالي بنيامين نتنياهو رضخ لضغوط بيني جانتس وأيزنكوت وجالنت. طيب إذا حدثت هذه الهدنة، وهو زي ما هو متوقع في الفترة القادمة، إذا انتهت الحرب بدون فتح جبهة أخرى، سيحال بنيامين نتنياهو للمحاكمة بتهمة الفساد، وستبدأ تحقيقات 7 أكتوبر، وسيكون هناك اتهامات. نهايته بشكل عام سياسي، نهايته إلى السجن، وليس نهاية سياسية فقط، بل نهايته إلى السجن. وبالتالي بدأت التلميحات التي تصدر من مكتب بنيامين نتنياهو أننا يجب أن نلقن حزب الله درسا لن ينساه، يجب أن يعود حزب الله إلى ما خلف نهر الليطاني. هل حضرتك بتربط ده مع الأمر اللي صدر اليوم بوقف العمليات في رفح؟ هل في المقابل حتى لا تنتهي هذه الحرب أن يتم فتح جبهة أخرى كما أشرت حضرتك، الجبهة اللبنانية؟ سيظهر ذلك في الأيام القادمة. إذا قام بنيامين نتنياهو بسحب لواءين من اللواءات المتواجدة داخل رفح وتم تحريكها إلى الشمال، إذن تم اتخاذ القرار باجتياح جنوب لبنان. هذا ما سيظهر في الأيام القليلة جدا القادمة. وقف العمليات في رفح يعني سحب بعض لواءات الاحتياط التي تم استدعائها للدخول لرفح. وبالتالي إذا تم سحب هذه اللواءات وتوجيهها إلى الشمال، خلاص. هو في البداية ممكن يقول بسحب اللواءين لانه ده قرار محكمه العدل الدوليه بالخروج او ايقاف العمليات العسكريه في رفح، هل لها مكان اخر من الممكن ان تتوجه اليه غير منطقه الشمال؟ هو عندما سحب لواءين من الشمال وتم توجيههم الى رفح، سحب لواء من الضفه ووجهه في الشمال. يبقى اذا هو لا يزال يصر على وجود استعدادات على الجبهه الشماليه له. إيقاف الحرب داخل رفح سيتم سحب لواء أو لواءين من الاحتياط، وخصوصا أن هناك خسائر اقتصادية فادحة اتعرض لها الاقتصاد الإسرائيلي الآن. وهل هو في حاجة إلى مزيد من الخسائر؟ هل يقدر على تحمل تكلفة مزيد من الخسائر؟ وهنا الحديث بقى عن لبنان، لو فكر في المسألة دي هنا هنقولها بقى بلغة درجة شوية، البركة في اللي بيديله. يعني هو مش غرمان حاجة يعني. صحيح، بس حضرتك أشرت كمان إلى أنه نسبيا بيقل الدعم من قبل الرئيس الامريكي، بيقل الدعم نتيجة الضغوط التي يتعرض لها جو بايدن من التظاهرات داخل الجامعات، وبالتالي جو بايدن شعبيته في انهيار، وبالتالي فقدان أصوات الشباب في المجمع الانتخابي يؤدي إلى نجاح دونالد ترامب ونهاية حياة بايدن السياسية. بايدن الآن أمرين كلاهما مر، إما أن يختار استمرار الدعم لإسرائيل أو أن يختار مستقبله السياسي.
مش عارف مستقبل ايه لعند 82 سنه ده. طيب يعني اسرائيل الحقيقه وتصريحات مختلفه خرجت من مسؤولين مختلفين بانه على الاقل فيما يخص الاجتماع اللي تم ادارته عن طريق الهاتف يعني ما بين رئيس الوزراء وما بين وزراء في هذه الحكومه حكومه الحرب على انه يفكرون في طريقه الرد. هل طريقه الرد على اوامر محكمه العدل الدوليه بالاتجاه نحو شمال لبنان او الاراضي اللبنانيه كما اشرت سيادتك ام انه سيكون هناك رد من نوع اخر؟ خاصه وانهم ملزمون بتقديم تقرير في خلال شهر. الرد سيكون في شمال في الجبهه الشماليه. نعم. الضغوط التي يتعرض لها بنيامين نتنياهو وحكومته الان من الولايات المتحده وخصوصا ان في الجوله السابقه للمفاوضات التي كانت تسمى بجوله الفرصه الاخيره والورقه المصريه التي قدمها جهاز المخابرات العامه المصريه وكانت بدعم كامل من ويليام بيرنز رئيس جهاز المخابرات المركزيه الامريكيه هناك دعم امريكي مطلق لوقف الحرب داخل قطاع غزه وخصوصا بعد كم المجازر التي شهدها العالم خصوصا بعد بدايه خروج بعض الدول الاوروبيه من العباءه الامريكيه. امريكا تخسر وبالتالي هي لا تريد استمرار مسلسل الخسائر لكن في هذه الحاله في حال وقف الحرب هنا واتجاه الحرب الى الجبهه الشماليه سيعود الدعم مره اخرى من الولايات المتحدة لأن اللوبي الصهيوني هو المتحكم في نتيجة الانتخابات الأمريكية فبالتالي بايدن يريد أن يرضي هذا الطرف بوقف حرب غزة الشباب في الجامعات وفي نفس الوقت يريد أن يرضي اللوبي الصهيوني المتحكم وخصوصا أن هناك تصريح كان غريبا جدا أن بنيامين نتنياهو يملك في الكونجرس أعضاء مؤيدين له أكثر مما يملك جو بايدن تصريح صدر عن نيويورك تايمز ربما لانه نسبه اللوبي اليهودي كبيره هناك بالضبط ولكن عندما يصدر تصريح رسمي على جريده مثل نيويورك تايمز ويقول ان بنيامين نتنياهو يملك داخل الكونجرس اكثر من جو بايدن اذا مضطر جو بايدن ان يرضي الكونجرس الامريكي نعم وبالتالي سيكون هناك دعم لاجتياح جنوب لبنان حتى وخصوصا ان حزب الله رفض الورقه الفرنسيه التي تم عرضها عليه للعوده 10 كيلو خلف نهر الليطان. حزب الله رفض هذا المقترح. وبالتالي سيكون هناك وقف الحرب في الجبهه الجنوبيه وفتحها في الجبهه الشماليه. وهل سيقف او ستقف حزب الله مكتوفه الايدي امام هذا التحول من الضفه الغربيه ورفح الى الشمال اللبناني؟ هنا اقول ان حزب الله ليس حماس. السلاح الذي يملكه حزب الله مختلف تماما عن السلاح الذي يملكه حماس وخصوصا ان حزب الله يملك ميزتين لا تملكهم حماس ميزه النقطه صفر او المسافه الصفريه في اطلاق المسيرات وفي اطلاق الصواريخ عندما اراد حزب الله استهداف سكنات عسكريه بدرجه دقه مباشره حدثت لان الرادار لا يشعر بالصاروخ في مسافه إذا قلت عن 1500 متر وهي فإذا كذلك. قل الارتفاع عن 500 متر طب المسيرات هي عبارة عن جسيمات صغيرة أو يطلق عليها في الدفاع الجوي صغيرة المقطع الراداري فبالتالي لا يشعر بها الرادار من يشعر بها الرؤية البصرية طب الرؤية البصرية مع صغر المسافة عندما يخبر فرد المراقبة الوحدة لتوجيه المضادات الأرضية خلاص هي واحدة الموضوع انتهى فبالتالي حزب الله يملك مميزات لا تملكها حماس المسيرات والقوة الصاروخية الدقيقة جدا وخصوصا أنه يملك صواريخ تختلف تمام الاختلاف عن الصواريخ التي يملكها حماس معنى كده دكتور أنه سنبقى في هذه الديلمة من عمليات عسكرية هنا وهناك يعني نتنياهو لن يتوقف لن يتوقف يتوقف لإنهاء مستقبله نتنياهو إذا توقفت الحرب انتهى مستقبله السياسي وزج به في غيابات السجون أيوة لكن يعني ما يفعله أو ما ينوي أن يفعله بنقل العمليات من رفح إلى شمال لبنان معنى ذلك أنه يوسع من رقعة الصراع في المنطقة
هو يوسع من رقعة الصراع، ولكن إيران في هذه الفترة أمامها انتخابات رئاسية عقب مقتل رئيسي في حادث الطائرة. نعم. إيران مشغولة في أمورها الداخلية وإعادة ترتيب أوراق البيت الإيراني. نعم. إذن هو يحاول استغلال الفترة المشغولة فيها إيران. هيكون هنا الصراع بين حزب الله، وسيستمر الدعم الحوثي، والمضرور في كلا الحالتين هي مصر. اللي هيضر في كلا الحالتين هي مصر. نسبة دخل قناة السويس قل بنسبة 65% نتيجة هجمات الحوثيين، عمليات الحوثيين في البحر الأحمر. بالضبط. نعم. مصر هي أكثر الدول التي خسرت من هذه الحرب. سياحة، قناة السويس، رغم انها الاكثر دفاعا عن القضيه والداعمه والمقدمه لكثير. مصر تدافع عن القضيه لانها مسؤوله عنها منذ عام 48. هي نعم. هناك ثوابت في الامن القومي المصري. نعم. القضيه الفلسطينيه احد ثوابت الامن القومي المصري. طبعا. والرئيس عبد الفتاح السيسي قال لن اقبل بتصفيه القضيه الفلسطينيه عندما خرج، وقال ارفض قضيه التهجير جمله وتفصيلا. طيب دكتور لو تسمح، عايز ارجع تاني لنقطه او امر من جمله الاوامر اللي أطلقتها اليوم محكمة العدل الدولية، وهو فكرة السماح للجان تقصي الحقائق للدخول دون عوائق. لا أعلم لجان تقصي الحقائق ماذا ستفعل، ماذا ستضيف جديد. هو بالفعل كل الوقائع مصورة وواضحة على الأرض، وجميعنا شاهدناها في كل تلفزيونات العالم. هل من الممكن أن نغير صيغة السؤال؟ هل ستدخل؟ ده كان الشق الآخر من السؤال. هل سيسمح لها؟ هل ستقبل إسرائيل بأن تدخل من يوثق على الأرض جرائم الإبادة الجماعية؟ بالضبط. لا، عندما تدخل لجان تقصي الحقائق نبدأ في التفكير في ماذا ستفعل. ولكن نحن الآن أمام يمين متطرف سيرفض دخول هذه اللجان، ويقول أنها تدخل في الشأن الداخلي، وأنه لا ولاية للمحكمة علينا، وتصريحات سموتريتش وتصريحات بينغفير واضحة وضوح الشمس. نفكر الآن في دخول تلك اللجان، وبعد ذلك نفكر في ماذا ستفعل. أولا احنا مش محتاجين لجان تقصي حقائق، الحقائق معروضة على جميع شاشات الفضائيات. كم المجازر وكم القتلى من النساء والأطفال والاستهدافات ودمار البنية التحتية والتجويع ومنع وتدمير البنى الأساسية وتدمير محطات المياه وتدمير محطات الكهرباء ومحطات الاتصالات. هي جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان. ماذا ستتقصى تلك اللجان؟ طيب نفكر الآن في دخولها. طيب يعني وهل تستطيع إسرائيل أن ترفض دخولها؟ هي بالتأكيد ستحاول أو ستلتف على هذا. ستماطل. نعم. ستماطل. ولكنها أيضا ملزمة بتقديم تقرير. التقرير عندما طلبت منها محكمة العدل الدولية تقديم تقرير في المرة الأولى بعد شهر، قدمته بعد 16 أشهر. هي لا تعر اهتماما بمسألة التوقيتات. هناك قاعدة لدى إسرائيل ولدى هذه الحكومة، سأنفذ ولكن دعنا في الوقت المناسب لي أنا، مش في المناسب لي، ولكننا ما زلنا نبحث ماذا نفعل. يعني فكرة التسويف. التسويف لا تزال مستمرة عندهم، فكرة التسويف حتى يكسبوا وقت. لكن أنا لا أعتقد أن إسرائيل ستقدم تقرير خلال شهر. طيب برأي حضرتك مستمر. يعني مع كل هذا الزخم الذي نعيشه من تفاصيل وأحداث تخص وطبعا دعاوى قضائية وأوامر أممية، أفق المفاوضات، أفق نجاح هذه المفاوضات إلى أي مدى تراه مفتوحا؟ 90%. ده رقم كبير أو نسبة كبيرة. إيه السر في التفاؤل الكبير؟ الاجتماعات التي تتم الآن في فرنسا، مدير الموساد، مدير الشباك، في الاجتماعات الأخيرة أو في الجولة الأخيرة لم يحضر مدير الموساد ولا مدير الشباك في مصر. الدعم الأمريكي المطلق لإتمام تلك الهدنة ليس من أجل الفلسطينيين، بل من أجل استعادة الرهائن الإسرائيليين. الدعم الأمريكي المطلق لإيقاف تلك الحرب حتى يوقف التظاهرات الموجودة داخل الولايات المتحدة. كم التنازلات التي قدمتها إسرائيل بضغوط أمريكية. هذه الجولة التي بدأت اليوم في فرنسا وستنتقل إلى القاهرة مساء الاثنين أو صباح الثلاثاء،
بوجود وفد حماس. وسنبدأ، والإطار العام هي الورقة المصرية أيضا، ولكن بالتعديلات التي طلبتها مصر. مصر طلبت بعض التعديلات عندما قدمت الورقة ووافقت عليها إسرائيل في المرة الأولى، ولكن إسرائيل كانت تتوقع أن ترفض حماس. وعندما وافقت حماس بدأت إسرائيل في التراجع، لا أنا أرفض ده وأرفض ده وأرفض ده. نحن الآن نعود لنفس الورقة التي قدمتها الدولة المصرية من أجل وقف إطلاق النار على 3 مراحل، نصل بها إلى الوقف النهائي لإطلاق النار في قطاع غزة. نسأل التهدئة ونسأل أن تنجح المفاوضات هذه المرة في جولة نتصور أنها مهمة للغاية في هذا التوقيت. شرفتنا دكتور، شكرا جزيلا على وقتك. دكتور محمد العزبي الباحث في الشؤون السياسية كان معنا في قراءة للأوامر الصادرة اليوم من محكمة العدل الدولية. نشكر حضراتكم بالتأكيد على المتابعة، ودائما ابقوا معنا على شاشة تنمية الأخبار.